يا مرحب بحلقة جديدة من يوميات اليورو، وحديث عن تأهل إيطاليا إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2020 واعتبارها الطرف الأول في هذا النهائي. معي أنا عبيد نفاع. إيطاليا اليوم يعني أثبتت أن التوقعات كانت بمحلها من بداية البطولة، الناس كلها متوقعة إيطاليا على النهائي، وفعلا إيطاليا أحد أطراف المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا. اللي صار اليوم ببساطة هو أنه المنتخب الإيطالي غامر مغامرة كبيرة جدا، ويعني سلم المباراة للمنتخب الإسباني بكل صراحة، وإسبانيا كانت أفضل، كانت تستحق التأهل، كانت المنتخب الأكثر سيطرة، الأكثر خطورة، الأكثر خلقا للفرص. ولكن بنهاية الأمر طالما أنه ما في مهاجم يخلص لك الأمور، وطالما أنه مهاجمينك هن أوير زابال وموراتا وسرابيا وأولمو وهي الشباب الطيبة يعني وفيران توريس، فيعني صعب أنك توصل للنهاية أو أنك تجيب بطولة بكل صراحة. تعداد سكان إسبانيا تقريبا 47 مليون نسمة، ما قدروا يطلعوا منهم ولا مهاجم، شيء غريب فعلا. لنفوت بأجواء المباراة ونحكي عن اللي صار بملعب ويمبلي اليوم بالضبط. اليوم دخل مانشيني بالأربعة ثلاثة ثلاثة، نفس الشيء بالنسبة لأنريكي 4-3-3، ولكن مع تغيير مهم جدا 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 بالنسبة للمنتخب الإيطالي، وهو غياب مين؟ سبيناتزولا. سبيناتزولا اللي انصاب بالمباراة الماضية كان موجود مكانه إمرسون اللي قدم مباراة مقبولة نوعا ما بشوط المباراة الأول وتبدل بالشوط الثاني، ولكن بالتأكيد هو مش سبيناتزولا لا دفاعيا ولا هجوميا. مشكلة إيطاليا الكبرى بهاي المباراة تمحورت بنقطة مهمة جدا، وهي أنه مانشيني قرر أن يدخل مباراة ويلعبها بطريقة كلاسيكية، طريقة إيطاليا الكلاسيكية اللي كنا بنعرفها، رجع دفاع واستنى هجمة مرتدة وسجل جول واعتمد على أخطاء خصمك وسلم الكرة. هاي الشغلة فعلا يعني كانت خطأ كبير ومغامرة كبيرة بالنسبة لمانشيني، لأنه مانشيني كان لازم بهاي المباراة أولا يفرض ضغط عالي على دفاع إسبانيا، لأنه دفاع إسبانيا دفاع بيغلط كثير، وشفنا بكل كرة كان المنتخب الإيطالي يضغط، وهذا الشيء ما صار إلا مرتين بالمباراة، بكل كرة يضغط فيها المنتخب الإيطالي على دفاع إسبانيا، إسبانيا تغلط وتعطي فرصة وتعطي كرة للمنتخب الإيطالي تكون قريبة من تسجيل هدف، وكان في فرصة واضحة جدا لبيراردي مثال على ذلك قبل تسجيل هدف إسبانيا بدقائق قليلة. لذلك أنك تلعب بدفاع عميق وتتراجع على مناطقك وتسلم الكرة لإسبانيا كانت مغامرة كبيرة، وفعلا إسبانيا نجحت بخلق فرص، تفوقت بمعركة نص الملعب، قدرت توصل للمرمى بأكثر من مناسبة، سددت ثلاثة تسديدات على المرمى، كانت ثلاث تسديدات على المرمى عفوا كانت قريبة من أنه تكون أهداف، حتى جاء الهدف عن طريق ألفارو موراتا البديل واللي رح نحكي عنه بعدين لحال. ولكن هاي الطريقة من إيطاليا صراحة سهرت مباراة على إسبانيا وعطت الشيء اللي هي بدها إياه. يمكن لو إيطاليا لعبت بطريقة مغايرة لهيك كانت المباراة انتهت بنتيجة أكبر من هيك بالنسبة للمنتخب الإيطالي، وخلصت بالتسعين دقيقة وانتهت. بالمقابل المنتخب الإسباني لعب على إمكانياته، أهم نقطة ربحها المنتخب الإسباني هي نقطة نص الملعب، تفوق لبوسكيتس بيدري وكوكي بنص الملعب، كانوا قادرين فعلا يتفوقوا على لاعبي المنتخب الإيطالي لدرجة أنه شفنا باريلا عم يتغير بالشوط الثاني من إيطاليا، شفنا حتى فيراتي تبدل بالشوط الثاني من إيطاليا، وبالتالي نزل مكانهم بيسينا ونزل لوكاتيلي لتحسين شوي وضع نص الملعب، لأنه فعليا نص الملعب كان ضايع بالنسبة للمنتخب الإيطالي. هاي التغييرات من مانشيني نجحت أنها تغير شوي بتشكيلة بشكل الفريق الإيطالي عفوا، ولكنها ما غيرت الجوهر لأنه أسلوب اللعب بقي هو حتى نهاية المباراة. توقعت أنه شوف ضغط عالي حتى بالأشواط الإضافية، ولكن المردود البدني لإيطاليا كان صفر اليوم صراحة، ما شفنا إيطاليا اللي بنعرفها، شفنا إيطاليا شبيهة نوعا ما بإيطاليا بمباراة النمسا اللي لعبتها، يعني كانت قريبة، كانت أقرب مباراة لهي المباراة صراحة، وشفنا إيطاليا قريبة حتى لنهاية 2012 اللي كانت إسبانيا فيه مكتسحة كل شيء، ولو إسبانيا عندها فرق الكواليتي البسيطة اللي كان موجود بهذاك الوقت مع لعيبة اليوم يمكن كانت المباراة انتهت 4-0 مثل ما خلصت هذيك المباراة بالضبط، لأن إيطاليا إسبانيا كانت عاملة كل شيء باستثناء أن تسجل هدف. رحنا على ركلات الترجيح. ركلات الترجيح واختيار ألفارو موراتا لتسديد الركلة. ألفارو موراتا تعرض لانتقادات كبيرة وتعرض للشتم والسب من جانب بعض الجمهور الإسباني، وحكى عن هذا الموضوع واشتكى منه إلى آخره. عليه ضغط، لاعب عليه ضغط كبير، أخذ ثقة بنفسه بالمباراة الماضية سجل هدف، أخذ ثقة بنفسه المباراة هاي رغم أنه ما دخل أساسي وسجل هدف. لما بتحطه أنت أمام اختبار أنه يسدد ركلة جزاء، يعني حطيته أمام يمكن أهم اختبار بحياته، فرضت عليه أكبر ضغط موجود بالعالم، حطيت كل ضغط إسبانيا على ألفارو موراتا بهاي الحركة، لذلك كان خطأ كبير من جانب لويس إنريكي أنه يخلي ألفارو موراتا يسدد الكرة. على كل حال بتمنى أنه ألفارو موراتا فعلا يقدر يتجاوز هاي الشغلة الصعبة اللي نحط فيها أو الموقف الصعب اللي نحط فيه، لأن الموضوع ما راح يكون سهل أبدا عليه بقادم الأيام.
إيطاليا إلى نهائي كأس أوروبا، وبانتظار مين؟ بانتظار بكرة مباراة إنجلترا والدنمارك لتحديد الطرف الثاني من نهائي البطولة الأوروبية. إلى ذلك الحين، بيلا تشاو.